القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة ولا توب الردى لنها بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور ولا توب الردى لنها بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بحلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لك مصري قلي انت شو رأيك برجعة طلال واطي على الحارة الشغلة فيها إنا مزبوط وانت شو بتقول انا بقول انه متفق مع ابو طالب عليها اكيد وليه لا يعمل هيك صار ما بعرف هي بدها صفني هي نصفني لك هي بدها صفني طويله مصر دير بالك ارخان انا بتروح لعند مصابر ماشي ليك ما قلت لي شو صار بابنها ساده متحيوين وما عم يرضى يبات معي بالبيت وعم ينام عند ابو طالب بالماركانه لك سيدي حده 60,000 جهنم لك سيدي بالناقص منه ومن أمه بسيطة عدول ليك معيتك بدي اياك بكرة تنام محلي بالخان فكرة معينك لك يا ريت من كل يوم باك بهالخان ولا نام عند الشنتيرة اخلص منه بسيطة عدول بسيطة كل كم يوم وبتسكب لها مي باردة لا تاكل هم يا ريت بدي اخلص بدي اخلص يا صاحبي صباح الخير لا الخير ادخل احترامي سيدي مراد اغا اهلا مراد اغا السلام عليكم وعليكم السلام تفضل تفضل ساوي لنا اثنين قهوه يا ابني كيف الصحه الحمد لله ما الله بخير امين اهلا شلونك انت الحمد لله مرتاح ان شاء الله الحمد لله الله يعطيك العافيه
أهلين مراد أغا. ممدوح أفندي، نسيت أسألك، أنت مبكل تقرير بقيادة الشرطة منيح منيح ولا شكلي؟ من هالناحية اطمن يا أغا، التقرير مبكل منيح وموقع من قائد الشرطة بنفسه ومعمم لمن يهمه الأمر. يعني أنا وأنت بعيدين عن الضرب؟ لا يا أغا. طمنتني. عرفت شو أسباب غيبة الولد يا أغا؟ لا لسه ما عرفت، بس لازم أعرف وساعتها رح خبرك على الحارك. لازم مشان ناخد احتياطاتنا. أكيد. المهم يا أغا، شو صار بموضوعنا؟ أنا منه؟ موضوع الفلاحة اللي بدها تخدم علينا. لك يا حمار، نحن وين وانت وين؟ أبو يحيى، قصة طلال مو غريبة عجيبة؟ والله يا سيدي مو بس هيك، قصة بتطير ضمانات العقل. الشرطة كيف بتبعت دعوة بني آدم لساته عايش؟ الظاهر ضيع الطاسة يا سيدي. ما بصير تضيع الطاسة بهيك قصة يا أبو يحيى، هيك موضوع بيروح فيه رواح. طيب مو لازم تعرف قصة غياب طلال يا سيدي؟ جايز من قصة غيابه تمسك رأس خيط بهالسيرة. أنا ما بعرف شو بدي أقول، بزمتي بديني أنا كنت حابة أوقف مع أم طالب، بس خفت من مريم أنه تتكركب. على كل حال العمر إلكم. أنه العمر إلكم يا أم عبدو، فهد طلال على العزة مثل النسر الجارح. شو عم تحكي؟ وحد الله. لا إله إلا الله، مثل ما عم قلك. وهي سيدنا سألي يا جماعة، فهموني شو السيرة. مزبوط خالتي مزبوط، نحن وبالعزة فات المرحوم. يوه، أنا بحلم ولا بعلم؟ شو هذا اللي عم يصير؟ ليش هيك؟ لا بعلم خالتي بعلم، لا تستغربي أي شيء عم يصير بهالأيام. معلش تعملي لنا قهوة؟ على عيني وراسي. غريب، مو معقول أبداً تصرف الشرطة. كان لازم يتأكدوا 100%. ما مظبوط سيدي. بقى هي هي كل السيرة عمي محمد. طيب ما عرفتوا شو سوى بغيابه عمي؟ ما حدا عارف شي بنوب. والله شغلة بحط العالم. على العافية عمي. أهلين وسهلين، شو لساعتك هو؟ روح ريح عمي، روح روح، الله يعطيك ألف عافية. روح عمي، ليش استمرت فترة الغياب؟ يعني شغلة شهرين زمان مؤقتة. أنا طب يكون متخانة مع حرمتي. ما بظن. طيب عمي، احكي لي عن المشاكل اللي عم تصير مع عمي الطالب من ساعة نصب زعيمة دي. هلا بعد العشاء بحكي لك، بس خليني بشرها لخالتك أم مرعي برجع الطلال. والله هو بدي استناها لنساوي المشكلة. مرعي مرعي، ان شاء الله الف الف مبروك مال الشهر، انت بتستاهلي كل خير. الله يبارك فيك يا اختي، والله فرحت لك بكل قلبي. اخ يا مريم، الف الحمد لله، مع انه كنت فاقد الامل انه يرجع. الحمد لله، الف الحمد لله. وهلأ بقى منعرف منه شو سبب غيابه كل هالمدة. لا هلأ ما عاد ضروري، المهم انه انقلب العزا لفرح. يعني انتي ما بيهمك تعرفي ليش هيك راح بلا اذن ولا دستور؟ لا هلأ ما عاد مهم، جايته ببرر كل ذنوب. الله يهنيكي ويسعدك يا رب. وانت كمان يلا تنيمين، يلا تقبروني، خفوها شوي، يلا استعجلوا. خلصنا يا شو مهمي مال الشيء؟ ان شاء الله تسلمي لي على الضحكه مع احلام. الله لا يحرمني منها بجد. انا يلا تقبريني، يلا شرب شرب، يلا يا ماما شرب شرب، يلا. فرحانه يا فرحانه لك مو فرحانه لك اختي؟ في حدا ما بيفرح لما بترتد له كرامته وبيجروح بابه؟ والله معك حق، عقبال ما نفرح فيكي. انا منين والمصايب ما عم تخلي للفرح مطرح ببيتنا؟ الله كريم لك اختي، الله كريم. هلا انا بس بدي افهم، انو ابن حرام طلع اشاعه موت طلال؟ مو مهم هلا، اولادين الحرام كثير كتار.
لك يخرب بيتهم، ما تركوا وسيلة إلا وجربوها فينا اللي ما بيخافوا الله. أي والله مزبوط معك حق. خلونا هلأ فرحانين، بعدين كل حادث حديث. شو هالحكي يا طلال؟ شو اللي عم اسمعه منك؟ هي الحياة عمي وطالب. هي بدل ما تجي لعندي وتحكي معي من رأسك لرأسي؟ عدم المؤاخذة، شو كنتك تساوي؟ هذا الموضوع مو بإيدك ولا بإيد حرمتك، هذا الموضوع بإيد رب العالمين. يا عمي أبو طالب، أنت كنت بدك تجبر حرمتي تبقى عندي. أكيد. وأنا هذا الشيء مهين علي بنوب. شي شنو يا عمي أبو طالب؟ ما بصير أحرم حرمتي من الخلفة، وخصوص إنه العيب فيني أنا. شو عرفك إنه العيب فيك؟ عرفت. كيف عرفت؟ عرفت عمي أبو طالب، عرفت. لك كيف عرفت؟ قلي. أنا ما تركت لا طبيب ولا حكيم إلا ما رحت لعنده وسألته، وكلياتهم اجتمعوا على نفس الحكي، وكلهم قالوا انه انا مالي رجال ما بجيب اولاد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عمي طلال، ولا تقنطوا من رحمة الله. ونعم بالله عمي ابو طالب، ونعم بالله. بس ورحمة الغوالي، لو عرفان انه انت بدك ترجع الحرمة لعندك على البيت تتركني انا اروح بحال سبيلي، فلا بخطي خطوة برات الحارة. بس برجع وبقول لك، أنا ما بقبل حرمتي تبقى بلا خلفة، ما بقبل بهذا الشيء بنوب ولو كان على موتي. بس يا عمي طلال، كان لازم، مو بس لازم، كان المفروض ناخذ رأي صاحبة الشأن، هي اللي بتحدد إنه تبقى معك أو لا. وبحال بقيت معي أنا رح كون عم بظلمها، وهذا الشيء ما بيهون علي بنوب. لذلك قررت أهرب من الحارة. قلت لحالي بغبلي شهر، شهرين، سنة، لك عمر، وبعدين لا تتزوج والله بيخلف عليها. بس أنا يا عمي أبو طالب، أنا الله هيك كاتب لي، وأنا رضيان بحكمه الحمد لله. مع أنه ليك، الله وكيلك، الله وكيلك، مستعد موت موت وعيش ميت موتي، بس كرمال ولدي يجي نادي لي يابي. وهلأ شو العمل؟ العمل عمي أبو طالب، أنا لازم أرمي يمين الطلاء على بنتكم. اسمعي يا طلال، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. إيه بس للضرورة أحكام، والله عز وجل سن الطلاق. وإذا رأي البنت غير هيك؟ بنت أكارم الشام وأطهار الأنوات وبنت سيد رجال، لازم ما تقبل. يعني محلولة إذا البنت وافقت تبقى معك. عمي أبو طالب، أنا ما بقبل، شنو بظلمها وحرام بالشرع والدين. الله عز وجل بكتابه العزيز قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كمل الآية الكريمة. والباقيات الصالحات خير عند ربك وأبقى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وجايز البنت بدها الباقيات الصالحات، صح؟ بوس إيدك يا عمي أبو طالب، بوس إيدك تريحني، شيل هالجبل من عن صدري، خليني أرمي يمين طلع على بنتكم وخلاص. احكي لك كلمة يا عمي حمزة. لا إله إلا الله. ما أطلال، أنا يا ميت أهلين وسهلين. بلم هلي مرت عمي. يا أهلين، الله يعلم يا صهري إنه برجعتك لأنه سالم غاني، منورت الحارة والبيت، وخاصة بنتي مال الشام. يا والله ما عطي فرحتها لحدا برجعتك إلها سالم غاني. يا والله يا ميت أهلين وسهلين، خير إن شاء الله. ليش هيك عم تصفضوا بعضكم البعض؟ طالب نعم، تركينا شوي الله يرضى عليك. يو بدكم ما تواخذوني، يعني لازم تكون ضحكة كل واحد فيكم قد الشبر. اللهم طولك يا روح. طيب خير، شو صاير معكم؟ شو في؟ تركينا شوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. مرت عمي معيتك، تركينا شوي. طيب ماشي، مثل ما بدكم، خير إن شاء الله. خير خير. يو شو واقفين عم تعملي؟ وين؟ ليه ما طلع؟ العشاء صار جاهز يا عم. هاي العشاء صار جاهز، وينه؟ باين في أمر شاغله. يعني شو ممكن يكون شاغله؟ الله أعلم. معقول يكون خجلان بغيبته؟ يمكن. يمكن بده يعني أنا ناديله، أنا حنادي. لا يو، تعالي لك أمي، تعالي. أبوكي معصب. معصب؟ إيه. من شو معصب؟ المفروض يكون فرحان. عمي طلال، ممكن أطلب منك طلب؟ أنت بتأمر أمر عمي أبو طالب. أعطيني مهلة يومين ثلاثة. يا عمي أبو طالب،
إذا لسه بدك يعني روح عند حكمة وأطباء، فأنا حفيت وأنا عم دور عليهم وكلهم قالوا لي نفس الحكي. أنت أعطيني مهلة يومين ثلاثة وأنا وإذا ناوي تاخد برأي مال الشام فاسمح لي إلك عمي أبو طالب، أنا ما بقبل تبقى بدون خلفة. طب خليني كمل كلامي. دك يا أخي اسمع شو في براس عمك أبو طالب، ليش بصلتك محروقة؟ يا جماعة القصة مبينة مثل عين الشمس، أنا مالي رضيان أظلم حدا معي، بترجاكم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فوتي أم سلوان. تفضل يا سيدي. يسلموا إيديك. تفضل يا سيدي. تأمريني شي كمان؟ ما عجبتني رجعت صهرة بهالتوقيت هاد، ما عجبتني بنوب. يا خوفي يكون ورا رجعت شي مخبي عنا. لازم نلاقي له دوبارة تجيب أجله وأجل كل مين بشد على إيده حتى تنسيه فرحته برجعة صهره ونخلص منه بقى. هذا اللي لازم يصير يا أخ، بس اتركني مخمي خفية على بالي. تفضل. فكرينا بشي شغلة يرضى عليكي. يا بنات في شي صاير؟ اي والله مزبوط، حتى ابوك ما بده يعني نقعد نتعشى معه. يا ترى شو في؟ كانه ابوك بده يعني نتعامل معه مثل الغربه. لك انا رح طق يا جماعه، رح اختنق. لك شلون ما بده يشوفني؟ كيف ما بده يطمن علي؟ والله مزبوط. خلص هلا بيخلصوا عشاء ونفهم منهم شو صاير. صحة عمي، ألف صحة. يا ريت تسمح لنا نمشي. شرف يلا يلا. لك راح، لك راح بدون ما يحاكيني. معلش حبيبتي طولي بالك. راح بدون ما يطلع. هلا هلا نفهم شو القصة. طولي بالك حبيبتي طولي بالك. يعني كل هالمصايب عم تصير وعمي ابو طالب منصبه ما قدر يعرف مين هالمكيود اللي عم يعمل هالعمايه؟ شغله باينه مثل عين الشمس. شلون عمي؟ عم يزاحموه على منصب الزعامه. ايوه شنو مثل ما قلت لك، عمك ابو طالب بلشت تنزل على راسه المصايب بعد ما نصبوه زعيم. طيب هو لازم يعرف مين اللي عم يزاحمه على قصه الزعامه عمي. لك شلون بده يعرف؟ والفصول اللي عم تنعمل فيه القرود السوداء ما بتعملها. طيب والمخفر شو شغلته؟ المخفر المغفر ما له وجود ابنه. يعلم الله زعلتني يا عمي ابو مرعي، لانه عمي ابو طالب ما بيستاهل غير كل خير. عمي محمد منصب الزعامه وجع راس وكيد وحسد وشغلان بال. عم تحكي درر عمي درر. صدقني يا محمد ابو طالب ما له متمسك بالزعامه، بس المسكين حايس ولايس بس لا يعرف مين اللي عم يشتغل فيه. بس هو بنفسه عمي لازم يعرف مين اعدائه. شلون وما ترك وسيلة تعتب عليه؟ الأشخاص اللي عم يزاحموه على منصب زعامة لازم يكونوا معروفين بالحارة. قلت له الحكي، حددت له بذات نفسي الأشخاص اللي ممكن يكونوا عم يزاحموه على الزعامة حسب معرفتي فيهم بالحارة. إيه شو إيه؟
اجا بعدين قال لي انه كلهم بيريدوا له الخير. ايوه شراب شاي يا عم شراب شاي. والله شغله تحط العقل بالكف عني. شو بدك تساوي؟ ماشي خير خير يا بنتي. لك والله شغل بالنا. خير يا جماعه. ليش هيك؟ ليش هيك يا ابي؟ شلون بيروح بدون ما يحاكيني وكاني عامله ذنب عظيم؟ فهمنا. ليش بصلتك محروقه؟ هاتي بنتك وتعوا معي. امرك يا سيدي. اشتقت لحالك. والهرب اشتقت لك للطلال، والهرب اشتقت لك، أهلا وناس. حول يا بي. يلا صباح خير، أنا بدي روح. لك فوت. محسن وخالتك أم محسن وخالتك أم حسان ناطريني بالمال، كان ما بدي أطول عليهم، بس بكرة بدي أمره لعندك. بتشرف أبو العباس. طلال، بدي إياك تهدي وتروق. ولكل عقدة في ألف حلال، ألف حلال. إلا عقدتي. عقدتي أبو العباس ما لها غير حل واحد. واحد الله طلال. واحد الله وبتنحل. بعدين شو بدي اقول لك؟ عمك ابو طالب ما بدي اياك تزعله. هذا الزلمه كبيرنا وغالي علينا، عم تفهم علي؟ مشي. طلال، ما بدي اياك تتصرف اي تصرف من دون ما تشاورني، فهمت علي؟ خلص ابو العباس صار. يلا صباح على خير. انت من اهل الخير. هذا اللي عنده يا بنتي. هذا اللي عنده؟ شو مفكر حاله؟ شو مفكرني؟ يا بي كان لازم يجي يلي إلي أنا مرته. هذا الحكي مين قال لي إلي أنا؟ مال الشام؟ مو هيك، مو هيك بيحكوا بنات أبو طالب. مشان الله هدي روقي تقبريني. مالشان نحن معك حبيبتي، لا تعكليها. مشان الله خلاص. لك والله بعرف انك اطهر الناس واكرم الناس، بس بدي اياك تتركيني بحالي. ما خرجت تكوني على زمتي، تركيني لهمي ولوجعي. انا مالي رجال، لك انا ما خرج خلف ولد. خلف صبي، وبعرف إذا بعيش 100 سنة ما رح يجيني أطهر منك مرة. أبو العباس. يا أبو العباس. إيه؟ شو صار موضوع طلال؟ ما صار شي جديد. الله يسلم الديات. الله يسلمك. ولأمتى يعني؟ اركب الكم يوم اللي قايلنا شي دوبارة. ايوه يعني ضلم عني. مو مسألة عناد. طلال ما بده يحرم مرته من الخلفة، وبيني وبينك طلع قبضاي ومعدل وزكرت، ونحن كنا ظالمينه كتير.
عم تحكي درار والله يا حمزة. ماني شايف الحريم وينه؟ يا سيدي الحريم ناموا عنا بالبيت لأنه بكرة بده يروح على بيت أبو طالب مشان يعرفوا سر غيابه لطلال. هو على الحريم يكونوا دريوا بقصة طلال يا عم حسين. لح يا أبو العباس، معقول أنت؟ ونعيم وصبوحي وينهم؟ ماني شايفهم. نعيم وصبوحي عندهم سقاي، ما بقى إلا يرجعوا. المهم اللي شو بدك تساوي مشان طلال؟ لو بكرة بيفرجها الله. أنا بدي أقوم نام، أنت شو بدك تساوي؟ أنا مو جايني هون، حاوم اتمشى شوي. يلا تصبح على خير. وأنت من أهله. وبعدين لك نعيمه؟ لك لا بعدين ولا قبلين لك صبوحي. فجأة نحن هيك قاعدين بالعزاء بيدخل علينا المعلم أبو العباس ومعه محسين ومعهم طلال، وبيتحول لك العزاء لأفراح ومسرات. الله أكبر. تخيل لك صبوحي أنت بعزاء بني آدم يقوم يدخل عليك. بحرماتي هالشغلة ما صارت غير بالقصص لك نعيمه. معلوم. وعرفوا الشباب من طلال سر غيابه كل هالمدة؟ لا هي لسه ما عرفتها. وهي الشاي لساته سخن. لك صحة وهنا تقبرني. على قلبك. تفضل حياتي. مدرية؟ هلا طالما صحبتك قوية مع الجماعة، ليش ما عرفتي ليش غايب سهرون؟ لك تقبرني كان عجقة وطجقة، ما صار مجال للحديث. بس بكرة من طلوع الضو رايحة استفسر على كل شيء. يا ريت يا مدرية، والله غياب هالزلمة بيني وبينك بحط القلب بالكف. بيني وبينك هيك قالوا كل اللي كانوا بالعزا. بالعزا قصدي بالعزا يلي انقلب لفرح. والله هالسيرة ما بصير غير بالقصص. مزبوط، وهذا كان رأي الكل. وكمان ما سمعت الأطراف حديث هون وهون عن الجماعة اللي اجوا معه، وين لاقوه، بأنو مطرح، بأنو بلاد. قلت لك كان عجقة كتير وما صار مجال للأخذ والعطا، وأنا بدي أعرف من طلوع الضو رح روح لبيت أبو طالب واستفسر عن السيرة. لا يكون هذا الزلمة متجوز وحدة تانية. ها لا لا، طلال مربى ما عنده هيك قصص. لكن وين كان يا عالم؟ لك خلص تقبرني وحياة العيون الحلوين، قبل صلاة الظهر رح جيب لك خبره. كل تقبرني كل. لا حبيب قلبي شبعت. لك ريته صحة وهنا. على قلبك. بس ما يكون سر غيابه خدعة منه من أبو طالب ويكون قاتف على بيروت منشان يستفسر عن ماضي مراد آغا ونقع كلنا بمية مصيبة. شو تقبرتي؟ ما بدك تنام؟ بدي نام. ظلمنا طلال وحكينا عليه شربي زروي وحطينا فيه العلل. لك مو قليلة بنو بيعيش البني آدم بدون خلفة، والله مو قليلة. اللهم لا تجعلنا من القوم الظالمين. اللهم لا تجعلنا من القوم الظالمين. صلاة العشاء مرقت، صلاة الفجر لسه بدها وقت لك بنتي.
سمعت من ستنا الشيخة أنه صلاة النافلة بتقرب العبد من ربه، فقلت عسى الله يستجيب لدعائي وتلتقى حل مشكلة مال الشام. الله يرضى عليك ويحميك أنت وأخواتك يا بنتي، ويديمك فوق رأسنا. أعرف تنام، قلقت كتير، انشغل بالي على مال الشام وهالمسكين طلال، قلت بجي باخد وبعطي معك عسى يلتقى له حل هالقصة العجيبة الغريبة. والله وأنا كمان بزمتي وديني ما إجانينا. معك حق. تعرفي جتني فكرة أنت فيك تساعديني فيها لأنك راجحة بعقلك وبشورك. قولي يا أبي، عم بسمع. خير يا أبي، شو بكي؟ من يوم لليوم ما فارقني وجع راسي. بسيطة بسيطة بسيطة، الله يحميكي. يا أبي مريم، شو رأيك تفيقي هلأ لمال الشام؟ مال الشام؟ إيه؟ ليش؟ خير إن شاء الله. قومي، أبوكي بده يحكي معك. بخصوص شو؟ قومي أختي، هلأ بتسمعي منه. طالب طالب، خير تبقى؟ قومي قومي، شوفي صحة صحة، بدي أحكي معك كلمتين. خير؟ شغلت لي بالي. خير خير، كله خير. يلا غسلي وشك ورجعي. يلا تسلمي. لوين راح؟ راح على بيته. اوف، شلون بيروح بدون ما يقول لي؟ ما بعرف. ليكون صاير معه شيء خالتي لحتى راح؟ لا تقبرني، مو صاير معه شيء، بس هذا وقته. طيب خالتي ذكريني بكره نبي عليه ما يروح قبل ما يقول لي. مثل ما بدك. بدك شيء؟ سلامتك. تصبح على خير. وانت من اهل الخير. خالتي؟ نعم. بتعرفي طلال من اي حارة؟ عديلك وما بتعرف من انو حارة؟ اي ما كان في خلطة زيادة. طلال من الايمرية. صح. تصبحي على خير. اشهد الله ردت الروح للبيت. أرض ديار لسه على حالها؟ بس الزريعة لسه ما يبست من قلة المي. منيح. ولو يبست بدي اجيب لك أحلى زريعة بالشام زي منك أرض ديار. بس بشرط مري ما يجي يوم ترجع تترك الزريعة تنشف من قلة المي. لو بدي اسقيها بدموع عيوني. لا، ما بدي تسقيها بدموع عيونك، شبعت دموع بغيابك. اطلبي واتمني يا روحي، انت بس اطلبي. الزريعة بتكبر وبتحلو بالغفران والسماح والمحبة. لك انا بحبك، بحبك. لك شيء. قولي. أنا بريدك إلك. شو ما صار وكيف ما كان وشو ما قالوا عنك ماشي؟ لك أنت من يوم يومك ما تقصر.
تحكي مهم. قومي شوفي شو بدك. لك شلون كانت رايحه عن بالنا ام عفان؟ مين ام عفان؟ لك ام عفان اللي كانت تحكي لنا عليها وجيها. مين وجيها؟ يوه نسيتي وجيها لك مريم. مين ذكريني؟ وجيها اللي كانت تشتغل معنا عند الست ماري. لا ايه تذكرتها شبهها. هلا قومي صحصحي وغسلي وشك والبسي. ليش بقى؟ قومي على الطريق بحكي لك. لك انو طريق وانو شارع عم قلك راسي حاسس تقض الطبل؟ يعني اذا بقيتي بالبيت رح يخف وجع راسك؟ طيب ان شاء الله بس فهميني شو بدك تساوي؟ هلا قومي والبسي وبعدين بحكي لك. صحيح نسيت اسالك عن مال الشام، ما لقيتها بسريره. اختك من الصبح صارت عن جوزها. عن جد عم تحكي؟ كان عن مزح. طب كيف هو مو رضيان يظلمها؟ ايه ابوكي هيك ارتقى وراح هو وامك ووصلوها لعنده. طب بركي صار بينه. هلا روحي بس لصحصح بنكمل حديثنا. روحي. الله يصبحك بانوار النبي يا سيدي. صباح الخير ابو يحيى، وينك لهلا تاخرت؟ مرقت على المكتب شفت اذا في رسائل واصله وبعدين رحت على السوق وجبت اغراض البيت. خالتي قلتي له لابو يحيى انه من هلا ورايح بدي اياه يتاخر عندي هون وما يروح قبل ما يقول لي؟ بلا خالتي قلت له. لا عفوا سيدي انا ما بقدر اتاخر عندك بالليل هون يعني كثير. وليش بقى؟ يا سيدي يعني والله ما بقدر اتاخر عندك هون بالليل كثير سيدي. وليش لا؟ طالما انت زلمه وحداني ولا في وراك ولا في قدامك، يعني عم تروح على البيت بس لتنام. سيدي خلص ما بقدر. لك ليش؟ فهمني. من شان مشان شو؟ فهمني. يعني من شان خالتك ام عبدو يا سيدي. لا لا ولا لا يا بلا ذهب والبضاعة. الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله. الله أكبر يا وطن اسمك طراس بالذهب والبضاعة. لنهاب العدا ولا توب الردى. لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي. سلم